مؤتمرنا الحاشد هو أول مؤتمر جماهيري للمؤتمر المصري الجاية بدعم 24 خرجوا من ثورة 25 يناير من خيام كل أهداف ثورة 25 يناير متمسكين بتحقيق العدالة الاجتماعية متمسكين بتحقيق كرامة الإنسان متمسكين بالحرية والديمقراطية والعدالة. النهارده أول مؤتمر هنتواصل فيه مع الناس هنأكد في المؤتمر دوت إن إحنا عايزين نبدأ عصر جديد في صفحة جديدة في برلمان جديد ليس فيه كل من أفسد وليس فيه كل من تجرب باسم الدين. نتمنى ان يكون البرلمان ده فيه مجموعه من الشباب والكبار الذين يكونوا حقيقه الايمان بالعداله الاجتماعيه. لو ده حصل اعتقد ان الشعب المصري خلال فتره زمنيه محدوده سنه او سنتين هيبدا يشعر بقوانين الصحه في التعليم في الاسكان تدي فرص حقيقيه للعمل بدل البطاله اللي موجوده. نشغل المصانع مره ثانيه نوقف الاستثمار بشكل خاطئ وبيع اراضي مصر بشكل خاطئ نرجع الضرائب التصاعديه مره اخرى توصل ل 30% عشان نقدر نحقق طفرة حقيقية في الصحة وفي التعليم. نرجع مرة أخرى الضريبة اللي كانت مفروضة على البورصة لأنه تأجيلها لمدة سنتين ما كانش فيه فايدة للبورصة أكتر ما كان فيه فايدة لحفنا من رجال الأعمال بيستفيدوا من الفلوس المصرية. إحنا محتاجين إن الشعب المصري النهاردة كله ينزل بكثافة يوم 18 ويوم 19 أكتوبر اللي جاي. نتمنى إن نسبة المشاركة تبقى نسبة عالية لأن إحنا بنواجه غول كبير في الشارع المصري النهاردة اسمه المال السياسي. كل من أفسد مصر وكل من سرق مصر النهارده بيرجع مره اخرى بيغسل جزء من الفلوس اللي سرقها من المصريين بيدفعها رشاوي انتخابيه ومغطيين السما بتاع الاسكندريه كلها بيوفر مسروقه من المصريين. لو نزلنا بنسبه كبيره جدا من المصريين المال السياسي مش هيكون له اي تاثير. احنا املنا في الكبار وهم شاركوا في الانتخابات واملي اكتر من زملائي الشباب اللي نزلوا معانا وحققوا وكانوا شعله في 25 يناير وفي 30 يونيو يكملوا معانا المشوار النهارده بخطوه على الطريق. النهارده المحطه من المحطات بيقودها الشعب المصري عشان يحقق نصر حقيقي لثورة جماهيرية ديمقراطية عدالة حرية عدالة اجتماعية. الشعار اكيد بترفعه من خلال قائمه المسرحيه انت وعدد من الشباب اللي موجودين معاك في القائمه ونتمنى ان انت النهارده تتكسر شكل في رساله للساده المشاهدين ان العديد منهم هيكونوا باذن الله ناخدهم. لو نزلتوا الانتخابات ودعمتوا الشباب اللي نازلين سواء انا او زملائي الموجودين النهارده تاكدوا ان مصر هتيجي بجد. مصر اللي احنا عايزينها اللي بنحلم بيها اللي نزلنا الثوره عشانها وزملائنا ماتوا واستشهدوا عشانها وباذن الله عمود فقري لبرنامجنا الانتخابي تحقيق العداله الاجتماعيه في كل نواحي المجتمع في الصحه في العمل في التعليم ان شاء الله باذن الله مصر جايه على اجيال. شكرا ليك.